طب ما فيش حاجة مرت في الفيلم ده حسستك بشوية شجن كده، شوية زعل، حزن؟ لا، هي لما اتقالت ان السينما ادت لها ظهرها، هي السينما ما ادتنيش ظهرها، بس انا كنت بهتم قوي في المسرح قوي، وكان هممني ان انا ابقى متواجده لان انا بموت في المسرح. الادوار اللي كانت وابو بتجيني الفنون المسرح، ابو الفنون. وبعدين الادوار اللي كانت بتجيني في السينما دايما ما كانتش ادوار كبيره، يعني كانت دايما ادوار، بس ما كنتش بقول لا، يعني كنت عايزه ابقى موجوده، بس يا ريت يبقى احسن، يعني انا بعمل الدور ده يا ريت اللي جاي يبقى احسن، فلاقيه قده، طب اعمله ولا ما اعملوش، طب ليه لا اعمله عشان ما يتقالش ان انا مش موجوده في الحته دي. ايوه، فلغايه اخر حاجه اللي هي مع الله يرحمه احمد زكي. احمد زكي. بالمناسبه انا هقول لك حاجه على الفيلم، على اليوم ده انا ما شفتش احمد زكي من فتره طويله، وبعدين انا بعمل في الفيلم ده، انا بعمل المشهد اللي هو اللي كنا بنصوره ده مشهد، بس لما عرفت انه احمد زكي قلت اعمله مشهد، اعمله، بس مشهد كان حلو جدا وعلامه برضو في الفيلم، كان علامه. بس انا يعني انا كنت فرحانه عشان عايزه اشوفه، وفي نفس الوقت انا مش عارفه هو تقبله يعني هيقابلني ازاي، هل هيقول لي اهلا اهلا بتاعت زمان دي، ولا هل هو دلوقتي بقى نجم كبير ولا. فانا قعدت وانا بلبس كده افكر، قلت انا هخش القاعه وهعدي كده، هو كان قاعد بيشرب قهوته كده، فهعدي كده اقول ايه مساء الخير واروح ماشيه، لو قال لي مساء النور هكمل، لو قال لي اهلا هروح رايحه، عشان ما بقاش انا ايه باقحم نفسي عليه واقول له فاكر وبتاع. ممكن قوي كده، انت شديده الحساسيه. انا حساسه في الحته دي، اصل ممكن قوي انك انت تبقي واخده عليا قوي وعايزه تخش تسلمي عليا وانت ترد عليا مش حلو، فكبس صح اكبس، ولو كبست في اول الشغل يبقى الشغل باظ، صح انا قفلت منك طبعا. فقلت من الاول ايه اخليني كده خف. فاول ما دخلت والله يا صفاء قلت له مساء الخير، قال لي اهلا اهلا اهلا، الله يرحمه الله يرحمه، اهلا اهلا وازيك، زي ما تقولي روحي كده يعني، عارفه، حسيت ان هو بتاع زمان الحلو اللي ما فيش الدنيا ما غيرتوش. صحيح، وكنت فرحانه بالدور ده برغم صغره، فرحانه بيه ان انا ما كانش بيتدخل في حاجه ولا اطلاقا خالص اطلاقا. استاذ سمير سيف تعالى يا استاذ احمد هتعمل كذا، بيخش يعمل كذا، هو طبعا اكيد من الاول هو فاهم هو بيعمل ايه مع المخرج يعني. طبعا، لكن ساعه الشغل هو عارف هو بيعمل ايه، فبيقوم يشتغل يعني، ما تدخلش في حاجه. بس انا كنت فرحانه قوي قوي حقيقي، هو فنان الحقيقه، الواحد كان يعني افتقدناه كتير يعني بصراحه.